فضيلة الشيخ، ما المقصود بالكفر في اللغة وكذلك في النصوص الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فالكفر في اللغة هو التغطية والستر، نعم، كما في قول الله عز وجل: أعجب الكفار نباته، أي الزراع. نعم. وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب أو يستر البذر. جميل. فيقال له كافر، ونحو ذلك قول لبيد: في ليلة ستر كفر النجوم غمامها. فكفر أي ستر الغمام النجوم. والشارع نقل هذا المعنى إلى نوع خاص من الستر أو التغطية، كما هو الحاصل في كثير من المصطلحات الشرعية التي أصلها استعمال لغوي نقله الشارع إلى معنى مقيد من المعاني العامة التي ورد بها ذلك المصطلح في اللغة. جميل. إذن الشارع يقيد مدلول المعاني اللغوية. نعم. للمصطلح. نعم. فمثلا الصلاة. نعم. الصلاة هي الدعاء، مطلق الدعاء. نعم. فأطلقها الشارع على نوع خاص من الدعاء. الزكاة هي النماء مثلا أو الطهارة، فأطلقها الشارع على نوع خاص من الإنفاق نظرا إلى ما يترتب عليه من زكاة وطهارة. نعم. والصوم في اللغة مطلق الإمساك، التيمم مطلق القصد، الحج مطلق القصد، العمرة الزيارة، وهكذا. فالكفر له يطلق في اللغة على مطلق الستر. جميل. أو التغطية. نعم. ولذلك سمي الزارع ساترا، وسمي كل كافرا عفوا، وكل من ستر شيئا فهو كافر لغة. لكن الشارع حملها على إلى معنى خاص، وهو ستر وتغطية النعم التي أنعم الله تعالى بها على هذه الإنسان. فهو كافر بالله، أو كافر بنعم الله، أو كافر بما أوجب الله عليه الإيمان به، فهو لم يظهر ذلك ولم يكشفه، وإنما ستره وغطاه. فهذا هو المعنى الاصطلاحي للكفر. جميل جدا. طيب، في نصوص القرآن الكريم كيف ورد الكفر بأي معنى من المعاني؟ الكفر في القرآن الكريم ورد بعدة معاني. نعم. فأحيانا يطلق على عموم المشركين، عموم من لم يؤمن بالله عز وجل وبما أوجب الله الإيمان به، بمعنى أنه خرج من ملة الإسلام. كل من خرج عن ملة الإسلام سواء كان وثنيا أو ملحدا أو كتابيا أو مجوسيا أو غير ذلك. نعم. وهذا كثير في القرآن الكريم، بل هو ربما أكثر نصوص القرآن الكريم. وبعضها يفسر كما في قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فهنا وضح المقصود بالذين كفروا، وتكرر هذا في أكثر من آية. نعم. وأحيانا يطلق ويقصد به الوثنيون أو ومن في حكمهم، ولا يدخل معهم أهل الكتاب في ذلك. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. ففصل بين الكفار وبين الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب. نعم. كذلك في قوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نعم. وهذا طبعا على أحد تفسيري الآية. بعض المفسرين قال: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون قول المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات لله أو نحو ذلك. وبعضهم قال: لا، المقصود
يضاهئون النصارى، يضاهئون اليهود، فاليهود متقدمون عليهم. نعم. فهذا أيضا من إطلاقات القرآن، أنه يطلق الكفار على غير أهل الكتاب. نعم. لا إخراجا لهم، وإنما هذا مصطلح قرآني، وهنا يقع الخلل. يعني بعض الناس عندما مثلا يمر على هذه الآية، وقد وقع فيه بعض الناس، قال أهل الكتاب ليسوا كفارا. ليسوا كفارا. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى عطفهم على الكفار. لكن طبعا هناك آيات كثيرة جدا تنص على كفر. مثل ماذا؟ مثل إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. جميل. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. فالآيات كثيرة في هذا السياق. نعم. وإنما هو استعمالات قرآنية، يعني يطلق الكفر في موضع بمعنى كذا، وفي موضع بمعنى كذا، وفي موضع يشمل أكثر من معنى. أيضا الكفر يأتي في القرآن الكريم بما يصدق على كل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وهذا أيضا في آيات كثيرة في القرآن الكريم أو متعددة. فالله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. كذلك يعني هذا جاء في سياق ذكر معصية من المعاصي. نعم، معصية وهو الربا. نعم. والصدقة فهو في سياق ذكر الطاعات. كذلك الله عز وجل يقول في قصة سبأ: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أي مجازاة الله تعالى لا تقع إلا على الكافر، وبما أن صاحب الكبيرة مجازى فيدخل في هذا المصطلح. جميل. وجاء هذا أيضا في سورة فاطر. كذلك الله عز وجل يقول في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هنا كفرهم كفر بالله تعالى أو كفر بمعصية من المعاصي؟ هو هنا يعني يشمل يعني إهلاك الله تعالى للقرى لا يقتصر على الشرك، بل كل من جحد نعم الله أو ظهرت المعاصي معهم. نعم. فهم مستحقون لذلك. جميل. بعض المفسر أو بعض العلماء يحتج بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عنهم، قال: ومن كفر بترك الحج. وهذا على أحد التفاسير، لأن الآية فيها أكثر يعني أكثر من تفسير، منهم من حملها من كفر بإنكار الحج، ومن قال من يعني كفر باعتقاده ألا بر في الحج ولا إثم في تركه، ومنهم من حمله على هذا المعنى. نعم. كذلك من الآيات قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن هو هذه لفظ عام، فيصدق على كل من لم يحكم بما أنزل الله عز وجل أنه كافر، مع تفصيل في نوع هذا الكفر. وهذا جاء عن ابن عباس، قال لما ذكر هذه الآية قال: ليس كفرا ينقل من ملة الإسلام إلى أخرى، وإنما هو كفر دون كفر. وهذا تفسير صحابي مع عموم الآية، فيدل على أن الكفر هنا يعني لا يقتصر على كفر الشرك، وإنما هو يشمل كفر النعمة بأن يترك الحكم مع اعتقاده المخالفة، هو يجزم بأنه خالف الشرع ولكنه يحكم فهو كافر، لكن كفره دون كفر، أي لا يخرجه من الملة. جميل. فهذه يعني نماذج من. طيب. الآيات الكريمة التي ورد فيها الكفر دالا على كفر النعمة. نعم. وهذا أيضا يعني كثير من المفسرين حتى ممن لا يقسمون الكفر هذا التقسيم
ما وجدوا بد من التصريح. لذلك عندما وجدوا أن الآية يعني دالة دلالة واضحة على كفر النعمة أو على الكفر الذي هو دون الشرك، فصرحوا بأنه يشمل ذلك كما فعل ابن كثير وغيره من المفسرين، والقرطبي وغيره من المفسرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى.